اهلا وسهلا بكم، رجعت معاكم في انطباع حلقه 657. طبعا هذا اول ما انا اصور بالطريقه هذه، وباذن الله سبحانه وتعالى راح اكون اخر مره ان شاء الله ما اضطر اصور بها مره ثانيه. السبب اللي خلاني اصور بهالطريقه، الطريقه هذه كنت انا معتمدها فقط لحلقه تساؤلات واجابات. اعتذر منكم عن الصوت، اعتذر منكم عن اللوكيشن، اعتذر منكم عن الاناره، لكن انا تفاجات ان في حلقه اليوم من ون بيس، وللاسف اني اعتمدت على مصدري في الاخبار ماجد اللي قال لي ان اليوم ما راح يكون في حلقه من ون بيس، فعشان كذا نزلت لكم الحلقه سبيشال اللي هي السر الى رابط الحلقه الثانيه. وبما ان اخطا لازم ننزل الانطباع، الانطباع هذا شيء رئيسي، هذا حقكم عليه، فانا الحين قاعد اصور لكم الانطباع. طبعا انا مو مغصوب ولا انا كاره للقصه، بالعكس انا سعيد اني اوفر لكم الانطباع، والتواصل معكم هذا شيء يسعدني فوق ما تتصور. طبعا كان المفروض هذه تكون حلقه تساؤلات واجابات، لكني بخصصها للانطباع. لكن في خبر مهم عن القناص، متابعين القناص خلكم معي لين اخر الحلقه، في عندكم خبر مهم جدا جدا عن انمي القناص. على العموم حلقه 657 من ون بيس شفناها اليوم، بدت مع الخاسرين باتلوميو لما راح يدور على لوفي. طبعا كنت بديت احس اني مليت من حركات باتلوميو، لكن خلونا لين اخر الحلقه بقول لكم. الزبده انه وصل الى المنطقه اللي فيها الخاسرين، شاف هذا الساي اعتقد اسمه من عائله دون شينجاو، وتهزأ بالمهزومين كلهم، وقاموا قاعد تهزأ فيني يا حبيبي اجلس انت وياه، صدقني عكفة واحدة من أصابيع طياكم انت تهزأ فينا، اكيد بيتهزأ فيكم وياليتكم تقدرون تسوون شيء، خلك مكانك انت وياه حبيبي. هذا باتلوميو. الزبدة طلع باتلوميو قال مستحيل يكون لوفي سنباي هنا، جابوهم لما دخلوهم الى القبو كانوا بيعالجونهم وثموهم الى رموهم الى القمامة هذه، موجود كثير من الدمش، قصة الدمى هذه تساؤلات جديدة تثار حول دو فلامينجو. طبعا ضحكت على شينجاو لما قال اذا كان قصد فلامينجو كذا انا راح احمل حقدي حتى على احفاده، شفناك حملت حقدك على حفيد قابو، شفنا ايش صاير ابن حلال، تسامح بسرعة، احمل حقدك على احفاد فلامينجو يلا يا شينجاو. الموضوع من ثم انتقلوا الى الحلبة، ريبيكا ومماطلاتها وطريقة قتالها. والله أنا ما راح أكذب عليكم، أنا حسيتني نفس المتابعين أو الجماهير إني مليت من طريقة قتالها، كنت أتمنى طريقة قتالها تكون أحلى، لكن واضح أنها ما تبغى تأذي أحد وهذا هدف نبيل منها، عشان كذا نتقبل طريقة قتال ريبيكا. وتدخلت معاها المصارعة هذه، ومن ثم جاك فندش. طبعا ما أبي أطول كيف هزمته وشنو المخطط و و و. بعدين جاء المشهد على لوفي وهو يتكلم مع المساجين الثانيين وشرحه وتعاطفهم مع ريبيكا. طبعا واضح ان في تشويه لسمعة ريبيكا وعائلتها بسبب دو فلامينجو، والمساجين هذول المصارعين المهزومين عرفوا الحقيقة عشان كذا هم متعاطفين مع ريبيكا. هنا قال ذاك الناس ما راح تسامح ريبيكا بعد اللي صار ذيك الليلة، قالوا وش اللي صار ذيك الليلة. طبعا هذا اول مرة في الحدث هذا تحمس انه بيجي فلاش باك، فعلا اول مرة ويجيك لوبي يقول لي لا تمزح معي، يعني يوم ما كنا نبي الفلاش باك تجيبه، ويوم بغينا الفلاش باك وقول له ما ابي اسمعه، شنو تحدي وهو للمتابعين؟ ايش قصتك انت؟ خلنا نشوف، خلنا نسمع، طيب شيء يحمس في هالحلقه يا عمي، بس يلا مو مشكله. طبعا لا تحسون انا معصب ولا شيء، لا انا بس كذا احب اعبر لكم عن شعوري. طبعا لوفي هنا ترك الحلبه وانطلق، وجايبين باتلوميو يدور عليه، وكان واضح انهم بيتلاقون. كنت بقول يا الله ايش القصه مره ثانيه لوفي سما، لكن والله يوم قاعد يقول لا 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 العظيم انا حبيت هذه صراحه، ضحكت يا باتلوميو لا 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 صراحه موقف. وزي ما يقول لك كثره المواقف الطريفه تؤدي الى السماجه، وكثره السماجه تؤدي الى الضحكه. هذا اللي صار مع باتلوميو، انا ضحكت صراحه كثير في موقف باتلوميو. ننتظر الحلقه الجايه، اتمنى اني اصورها لكم بظروف احسن، انا اعتذر منكم، ظروف دوامي اجبرتني اليوم اني ما اوفي لكم حقكم في الانطباع. على العموم بالنسبه للخبر، لان الحلقه هذه كانت المفروض تتعلق بالاخبار، جماهير القناص اعتذر منكم عن الخبر السيء اللي راح انقله لكم. مؤديه صوت جون اليابانيه صرحت في موقعها في تويتر ان حلقه 148 راح تكون اخر حلقه من انمي القناص، ومن ثم سيتوقف انمي القناص. انا صراحه فجعني الخبر، انا من جماهير انمي القناص، واخيرا لما جينا بندخل في حدث خطير زي هذا بيتوقف الانمي. اتمنى يعني واضح ان الاسباب من الكاتب والماضي اللي هو فيه، اعتقد ان هذا هو السبب، اتمنى انه ما يوقف صراحه. انمي غالي علي، تابعته من زمان ورجعت تابعت الاصدار الجديد اللي هو في 2011 انمي القناص، له ذكريات طفوله رهيبه عندي وكبرت معه وعادوا انتاجه، انا حبيته عشقته، لكن للاسف
إذا كان بيوقف أمانة لله ما حيكون هو أول واحد ولا آخر واحد. صدمنا في أنمي كثير مثل بريتش، كينيتشي، أنمي القناص الآن. أتمنى أن الموضوع هذا ما يستمر ولا يصير عادة عن كتاب الأنيميشن. على العموم أنا أعتذر منكم عن رداءة الجودة في تصوير الانطباع، لكن كان أهم شيء عندي أني أصور لكم الانطباع هذا. أعتذر منكم من كل قلبي، أنا آسف جدا، أرجو تتقبلون العذر. لكن على العموم هذه كان المفروض يكون تصوير حلقة تساؤلات وإجابات، خليناها للانطباع. أرجو أن الحلقة الجاية يكون أجمل من في ون بيس. طبعا راح يوم الخميس اللي قبل حلقة 3D2Y راح أعلق لكم عن الحلقة وأجيب لكم أخبار عن حلقة 3D2Y. أتمنى أنكم استمتعتوا معي ونشوفكم.